واحنا بنتكلم كمان عن البراعم لازم نتكلم عن قطاع مهم جدا في البراعم هو حراسة مرمى النادي الأهلي. لما نيجي نشوف دلوقتي في الدرجة الأولى بتتكلم عن قطاع حراس كله من أبناء النادي الأهلي، بداية من أفضل حارس في أفريقيا محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، مرورا بكل الحراس الموجودين في قطاع الناشئين اللي تأسسوا هنا في مدرسة الكرة بالنادي الأهلي. ولما نتكلم عن قطاع حراس المرمى لازم نتكلم عن واحد من أكفأ مدربين حراس المرمى في مصر، كابتن إبراهيم عبد العزيز. شكرك يا كابتن على المدح دوت، وده شغلنا ودول ولادنا ولازم طبعا نطلع أفضل حاجة عندنا إن شاء الله. يعني زي ما الشناوي ابتدى وزي ما شوبير ابتدى، مصطفى مخلوف، حمزة علاء، ابتديت معاهم يا كابتن إبراهيم؟ أنا الحمد لله يعني كان الشناوي جاي لي هو عنده 13 سنة، حمزة علاء من مدرسة الكورة، مصطفى شوبير. كنت دايما تقول مصطفى شوبير هيطلع احسن من ابوه كابتن شوبير، وانا قلتها له في لقاء بيني وبينه في معسكر منتخب 99. قلت له ان شاء الله الواد ده هيتفوق عليك عشان خاطر الواد ده عشان ابنك يعتبر. لا 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 طبعا ده ابني. لكن هو الولد مصطفى من هو سنه صغير كده هو تعرف عنده حته القياده، مخه كبير، فالحاجات دي بتفرق في شخصيه الحارس، فدي هتخلي مصطفى في حته تانية ان شاء الله. شخصيه بتبان من الصغر. طبعا بتبان مصطفى من هو ما من 2012 13 انا اشتغلت مشرف هنا بعد ما الكابتن ابراهيم رياض سافر ليبيا. انا مسكت مشرف، ومصطفى ده يعني كان حاجه بليه جدا. بس كان عنده من الشخصيه وحاجه تبشر فيما بعد. لما جالي بقى على منتخب 99 لما كان حضرتك معانا حاجة كده بقت يعني طويلة وجميلة ونموذج. مع الاكتمال للصورة بقى هيبقى إن شاء الله فيما بعد حاجة قوية جدا إن شاء الله. كابتن إبراهيم عبد العزيز دلوقتي وحضرتك يعني مشرف على حراس المرمى في قطاع البراعم، قطاع مهم، وأنت بتقول لنا الأسماء الشناوي وشوبير ومصطفى مخلوف وحمزة علاء، عندنا عندنا حراس مميزين في قطاع البراعم؟ بص يا كابتن، بفضل الله احنا عندنا مجموعه كويسه جدا في البراعم، وبعدين هم دول اللي احنا بنركز فيهم قوي. عشان انت عندك الناس الكبار اللي فوق دول هيلعبوا قد ايه؟ 10 12 سنه. فانت الفرصه بالنسبه للفرق لحراس المرمى الشباب ممكن تبقى قليله. عشان دول ممكن يكبروا، دول المستقبل. فاحنا بنركز على دول، بنحط الركيزه، بنحط الاساس عشان خاطر لما يجي يوصل لمرحله الشباب ويطلع للدرجه الاولى يبقى الدنيا مكتمله طبعا بفضل ربنا. طب الاختيار بقى، عايز ابدا الاختيار من الاول، بتشوف الاول الطول، بتعتمد على الطول ولا الموهبه ولا يعني اسس الاختيار؟ والله بص يا كابتن، هي بتختلف من مرحله لمرحله طبعا. هو طبعا الطول اهم حاجه، عشان انا مريت بالمرحله دي من سنه 96 لغايه 2005. كنت بختار الاولاد اللي هم عندهم تالنت، اللي هو يعني الموهبه الرباني دي. بس لما كانوا بيشتغلوا معايا لفتره طويله مهم الطول، ما كانش بيطلع. طبعا فغيرت من السياسه، وبدات اجيب اطوال، ونبدا طالما تعليم بتعليم نبدا نعلم. فكان بدايتي بقى عادل احمد عادل عبد المنعم، بدايتي محمد مختار، بدايتي محمود السيد. فدي كانت اطوال كملت في فرق الشباب والناشئين، وكملوا بره كمان بعد ما مشوا من النادي. يعني لسه بتاكل البونبوني؟ اساسي. البونبوني ده هقول لكم على الهوا بقى السر ده. واحنا في فتره الاختبارات كابتن بدر رجب كان معاه كيس البونبوني عشان الاولاد الصغيرين، فكابتن ابراهيم قال له اتفضل الكيس البونبوني ده خليه معاك على البوابه. كانت علبه مش بزمان. كانت علبه. كابتن بدر بيبص كده لا كابتن ابراهيم عايز هو اللي كان البونبوني بتاع الاولاد الصغيرين. ده انا بس ما حدش سمعنا غير مصر كلها. ماشي ماشي، ربنا يوفقك ان شاء الله. بشكرك يا كابتن ربنا يخليك، بتمنى لك التوفيق ان شاء الله. اشكركم بالتوفيق ان شاء الله للقطاع وللناس كلها ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا.